حلو قوي الكلام ده. قوي. شكلك متضايق، متفتفت شويه كده لخدمتك. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات. مبقاش فيه مزاج. مبقاش فيه مزاج. اي اي اي، لا لا، ما كنت ماشي حلو، خليك حلوه بالراحه. ايوه ايوه. وليه يا سوريا؟ انت كنت فين يا بت؟ ما انا قلت لك يا معلم، نزلت اشتري لنفسي شويه حاجات كده لازمين. حاجات زي ايه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم، شويه حاجات كده ستاتي يعني. مدام ستاتي انا بقى بجح وعاوز اعرف ايه اللوازم دي. يعني شويه قمصان نوم وحاجات كده يعني. هدوم داخليه يعني. حاجة كده يعني. ايوه فهمت فهمت. وقولي لي، الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ وفات كمان. غريبة، مع انك لسه ما قبضتيش ماهية الشهر. جرى ايه بقى يا معلم؟ الله، انت عمالك تسأل اسئلة غريبة كده وانا مش عارفة اجاوب. انت رايحة فين؟ يا بنت سوري. والله زعلانة منك يا معلم، بص عليك بقى. الله، ايه ده؟ ايه؟ الله 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 الله، ما كملتيش يعني، احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده، انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه، الله الله، لا حلوه قوي. ايوه يا طيب، الحته دي بتوجعني قوي. بصي، خش على الرقبه بقى واستمري. ايوه استنى بس، اوعي تكسر رقبتي في ايدي. لا، الشر عليك يا حبيبي. بالراحه. قولي لي، بعد ما اشتريت اللوازم ما قلتليش رحت فين؟